أليس وياسمين أخذوا ستيلا ليعملوا لها ريلوكينج. إيه نعم، لازم أكيد إنه كرمال الفوتوشوت. لحظة، أوكي أنا شوي ضيقة. أوكي ستيلا، مين حيتنظف؟ يا تشيلي لها قدام. إيه بدي هلا هون نحن قصينا لها شعرات هون، اوكي بس بدي هون شوي نخفف له من حد العيون. شفت هون كيف عامل براون؟ حدا بيروح كله معي هلا عم بحط لها انا دواء او شيء هيك وصف لي الدكتور. اوكي وهون شوي يعني انت شوف تكون القصه هيك مهضومه. اوكي بدك تتوصف فيها كمان. بس انتبه بليز، انتبه ستلا ود ما تخافي تخافي عادة فاهم شو عم يا شفتي أول مرة بتشوفي هيك شفتي بتهدى هون كثير مهم إنه ينشال من حد المنخار. واو شو هالقصة الحلوة يا ستيلا. بلكي بكرة بعد لما تطوري ستيلا ما تبوبي بتصير تعملي هيد بيس للكلاب. تخيلي اكيد لا. ليه لا؟ في كثير ناس بحطوا لكلبتهم هيدا. ايه بس ما بتهدى. خلص هلا فيكي تعملي شيء انه ربيته هيك ربطه صغيره. ايه ربطه صغيره. ايه واكسسوارز كمان مش غلط. اوكي وبدنا بمنيح ما هيك؟ يلا هلا بعد شيء بس دفير. يلا يلا بس الضفير بتتحممي. اوكي ونخلص. ايه ليك ايوه ايوه برافو. يلا هلا شوفي هلا ما بتهدى ابدا. يا بس الضفير شفتي ما بتهدى. بدك انا امسكها؟ اوكي ححديها بس لحظة. هي مش كثير ضفيرة طوال يعني. بس اوكي. يعني انجأ شوي. لسه صغيرة. اوكي. سلام. حرام حاسة عم تتعذب. بس تتفاجأ. بنبلش شوي. ايه كثير. خلص لحظة. وبعد ما خلصت ستيلا شعر وضفير هلا وقت الحمام. يلا بنحطها بالبانيو. يا ان شاء الله يطلع الفوتوشوت كثير حلو. لا بشوي. لا لا مبروك التيب بسطله. التيب حلوين و كل شيء حلو. خلص ما بعرف صاحبتها كمان شو صاحبتها ستيلا ما اشمشي هلا ستيلا حلوه. هاي مضبوط نادين ما هي اللي اشترتها. اوكي لا انا حاسه I'm very positive ان شاء الله كل شيء يزبط بس انه عتلاني هم شوي بس ما بدها هم خلص بس لانه it's your first time بس انه ايه بس هيك يعني صار معي انا شوي هوبفلي بيصير عندك الفوتوشوت مثل الفوتوشوت لحيلا الشيء حتصير هذا بتعرفي اول يعني هذا الشيء اللي عم بعمله يعني حتى كل انه هاي هوبس علي عرفت عرفت ما في يفشل عرفتي وانا من النوع بتعرفي انه ما بحب ابدا انه ما انجح بالشيء فبس انه ان شاء الله خير انه ما تنسي يعني لا اتس هارد ورك وان شاء الله عم بعمل شيء انه بعد يمكن ما حدا بلبنان اجى وقال بده يعمل يمكن اليس وفي ماركت لها مش شايفه هلا برا كل الناس عم تحكي لا انا ايم بوزيتيف بالبيع انا ايم بوزيتيف وبماركتينج وايز كمان بس هو شيء موتر انه للفوتوشوت وكيف رح يكون انه ان شاء الله متعذبه للفوتوغرافر ما تنسي هلا ما عليه بس اتس هير فيرست تايم بس انه دائما فيرست تايم بده مش هينه يعني بس انا بقول ستيلا ابدا ما رح تعذبكم ورح تعمل فوتوشوت بعقد هي اصلا فوتوجينيك. يلا نعيم ستيلا.
وهلا اخر مرحله، مرحله السشوار. نعيما يا ستيلا وجود لك يا أليس بالفوتوشوت. بالمحطة التانية معنا اليوم قعدة بنات، وأكيد قعدة بنات يعني فيها جوسب وحكي كتير، فكيف إذا كان في أصلا موضوع قابل للجوسبينج؟ والموضوع طبعا هو طارق ونادين. يا بدي خبرك شيء، بس لا ما خبريني هيك. لا سيرين بشرف فيك. سيرين خبرين انه عم بيحكي حدا هيك. انا مش بقول لحدا، خلص فش، خلينا تمي السيرين. هيك كيف شو الخبرين؟ تعرفين انا مخبي. خلص فش، شو الخبرين؟ ليك رح يروحوا يتعشوا اليوم. اه والله؟ ايه مش عامل حالي عشوائي. قالت لي لا حيروح، ما حتخبري. طيب لك لا 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 طب اوكي خلص ما رح اقول له. وين حيتعشوا دخليت؟ خلص هلا. طب وين؟ شو اسمه المحل؟ ما معقول. شو انك ثقيله؟ ليه؟ خلص شو بدك؟ وين حيتعشوا؟ اذا كنت حقول لها ما حقول لها كعاده انه ما رح يروح. بدك تمسكي التليفون انه دغري بدك. ما بعرف وين عزمها. محل مرتب كثير ما تعرف له. شو اسمه؟ بقول لك الك ليس مزيحه. طب ليه؟ انه ليكي عن جد ما حاعمل شيء. اي بروميس. ما انا بعرف كثير منيح. ليكي بعرف سيرين هالمره عن جد ما رح اسوي شيء. اول شيء هذه حياتي انا نادين، انا ما حتدخل فيها. ثاني شيء اذا عن جد ما ثاني شيء اكيد حبيبتي يو هاف يعني فول تراست. اسمعي طيب حتقول حتقلك المحل اذا يا اليس عملت الشيء بهالزعل منك كثير. اخر مره بهلا على شيء. ايه انا ما بعرف من شعرك شو بزعل بزعل حازعل. شو لا بدي شعرك ما حيقول يخبرني شيء هو كمان. من شو لا شو بتتذكري قلم الحمراء اللي حبيتيه؟ ايه رح اعطيك اياه. اوكي واذا ما واذا هيدا اذا عملت شيء شو بعمل انا؟ ما بخبر شيء. تعطيني هالحلقة. طيب يلا هلا ما انا اعطوني انتوا عم تعطوا قلم حمراء وانا اللي بدي اخبركم الخبريه. ما اقتنعت. لكن اذا زاب ليكي من عزيمه عشاء لعزيمه عشاء. لكن انا بعطيك هيدا انت حتعزميني على انا بعزمكم على احلى عشاء. وهلا طبعا أليس ما بتكفيها الخبريه هيك، بدها تعرف اكثر تفاصيل. خلص رايحين على محل كثير حلو اسمه جافي. جافي وين؟ ما بعرفه قريب. ما بدي الا الان قريب ببيروت. خلص اوكي يا اليس شفتي؟ لا بس انا رح اقول لك بس الاسم الجديد. ليه بدك تنسي انت لعلك البيت ولا لنادين؟ اوكي جوجل دوت كوم لازم تكون اليس دوت كوم. اي شو اكتشفتي؟ هيطلع نشوف. خلص عم حس غلط انا ما لازم الا شيء. اوكي جافي تحت كامباي بالداون تاون. كامباي رحنا تعشينا وقتها. ايه جافي جديد. اوكي ايه. يعني قريب الحمد لله. لا اتس ريلي جود. طب خلص انا هلا ارتحت لانه قريب من ايه قريبه منه. خلص كثير منيح. يلا تمام خلص. صار في شروط ووعد من أليس إنها ما رح تعمل شيء. لنشوف يا أليس هالمرة شو رح تعملي. نادين عم بتحضر حالها للديت وفرح وأليس. خد جهز حالك ما هيك؟ دخلك نادين طول أخرت لحظتي. يعني هي بالعادة سمحتي بالعادة بالعادة أول واحد بلاقيها على الباب وقتها نظهر سوا دغري بتخلص حالها. هلا ما شمي ريحة البرفان نزل لهون. أكيد كنت عندها على التواليت عم تشفقي برفان بدها تحط الصورة حلوة. واو تحطيها انستا. حنزلها. سيبيني تاج. هاي شو حلو. يا قمر رشيدة لوين؟ انتوا لوين؟ نحن ماشي انه راح نكافي بعد شوي انه قعدت هلا عم نفكر نروح كافي بتجي معنا. مستعجله عندي ليش عندي جامعه مع اللي كانوا بصفي عاملين عشاء يعني. ايه راح. طب وين؟ خلص هلا انتوا بالاسئله وين؟ في مطعم. على ليه الاسئله يعني طلع حلو خلص طلع بالتعقده واكيد ولك بعتي لي صور. بعتي لي صور. ايش الجو؟ شايفين
حلوة البارفان اللي حطيتيها. كوكو شانيل ثانك يو. لبقت لي. في شيء انه قوية بس مش كثير كثرت. لا طالعة يعني عن جد خرجي خرج عن جد يكون معك ديت. ايه انجوي. سلمي لنا على اصحابك. يوصل. قولي لهم نحن شانيلهم كمان. افان. اكيد حتخطي على كل اصحابك. واكيد ح اكيد حي خلص بقفلت لك قوم 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 شوف على الشباك اهو يلا يلا قوم معقول طيب حشريتكم يا بنات وكمان رايحين وراها الله يساعدنا عليكم بالحلقه الجايه من يوميات ذا سيسترز عن جد سوري تاخرنا عليكم بس تاخرنا هيك يلا بس عشان يلا 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 بس كنت عم سوق 180 حتى السكيتر طايرة بالسيارة بس سؤال كنا بصيرتكم على فكرة والله شو حكيته شو جابهم قد ايه بتعقدوا هيك شو جابهم لهون